بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. النهاردة يا جماعة احنا بنكمل سلسلة حلقاتنا في تأسيس اللغة الإنجليزية، وهتلاحظوا ان انا بنقي نقاط معينة كده ممكن يبقى متلخبط فيها بعضنا. النهاردة هنتكلم على ايه، او الهدف من الدرس ايه؟ الهدف ان احنا علاقات الأزمنة ببعضها. طيب هنتكلم عن انهي علاقات، علاقة زمنين معينين، هو past simple الماضي البسيط and present perfect اللي هو المضارع التام. ايه اللي احنا هنتكلم فيه؟ هنستخدم الزمنين ده هما يا جماعة في ان احنا الزمنين هنستخدمهم في ان احنا ممكن نعبر بيهم عن معنى واحد، يعني هنستخدم جملتين بالزمنين المختلفين عشان يعبر تقريبا عن نفس المعنى. ازاي؟ نقول بسم الله توكلنا على الله. احنا لما نيجي نقول كده يا شباب جملة فيها last و when هنحولها إلى for أو since. إزاي؟ القاعدة اللي هنمشي عليها كالآتي. القاعدة بتقول إيه؟ it's فترة أو مدة، it's فترة، since منذ فاعل، last بمعنى آخر مرة هنا عشان يجي وراها ماضي بسيط. يبقى it's فترة since فاعل last ماضي. الجملة بتقول لي it's 6 years since he last visited me، انها مدة 6 سنين منذ اخر مرة زارني فيها. ماشي يا شباب؟ طيب استخدم for او استخدم since؟ استخدم for الاول. بدل ما استخدم فور يبقى هجيب زمن present perfect مضارع تام. بس خلي بالك وانت بتحول الجملة اللي من النوعية دي عشان تدي المعنى هتحولها الى مضارع تام منفي. هتبقى ماشية ازاي؟ تجيب الفعل وهتشتغل بقى last والفعل في الماضي البسيط، وتجيب الفعل اللي هو المضارع التام منفي، تحط haven't بعد الفعل haven't او hasn't والتصريف الثالث، وبعدين for لمدة وتروح حاطط الفترة الزمنية أو سنس وتجيب التاريخ اللي هو السنة المعينة. إزاي؟ الجملة كانت بتقول It's 6 years since he last visited me. هنيجي نقولها إزاي بقى before؟ هنقول He hasn't visited me for 6 years. او لو استخدمنا سنس هنطرح بقى 6 من 21 هتطلع تقريبا 2015. ممكن نقول he hasn't visited me since 2015. ده النمط الاول. النمط الثاني ممكن نقول ايه؟ نجيب برضو احنا كل كلامنا هيبقى ماشي على ايه؟ الماضي البسيط وتحويله للمضارع التام عشان يؤدي الى نفس المعنى تقريبا. هنيجي مثلا نقول ايه؟ فعل last ماضي بسيط، فاعل last ماضي، when عندما، ونجيب اللي هو الفعل في الماضي البسيط. المثال he last visited me when he was مثلا 20 لما كان عنده 20 سنة. He last visited me when he was 20. هاجي مثلا اقول ايه؟ حولها لي الى مضارع تام منفي، او هني نقول حولها لي الى since. يبقى نروح قايلين ايه؟ He hasn't visited me since he was 20. او لو قال لي استخدم فور اجيب الفترة الزمنية اشوف 20 سنة دلوقتي بقى عنده مثلا يعني 25 او 26 بقى نقول لمدة 6 سنين، يبقى فور ونجيب الفترة الزمنية. يبقى ده النمط التاني. النمط التالت ممكن يا جماعة، النمط التالت يبقى كده the last time، يعني اخر مرة. the last time فعل ماضي بسيط، was كانت اخر مره، was الخبر او كانت مثلا، يعني يجيب فتره زمنيه ago. مثلا the last time اخر مره، the last time he visited me was in
2015 منذ 2000 اخر مره كانت في سنه 2015. مثال ثاني: The last time he visited me was in 2015. طيب استخدم هنا since او استخدم for، يبقى برضو بنفس الطريقه هنحولها الى، ها قولوا معايا برافو يا شباب، هنقولها يا جماعه، هنحولها الى مضارع تام منفي. يبقى he hasn't visited me since 2015 او he hasn't visited me for 6 years. هنكتفي بالقدر الصغير دوت، واشكركم على حسن استماعكم وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.